السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، هنا في أكاديمية فارس في ملاعب إبداع الرياضة المتوسط والثانوي، ما شاء الله تبارك الله دائم إذا بدأ الجو يتعدل يبدون يجون كل اللعيبة ويتحمسون للأكاديمية والتدريب. شوفوا ما شاء الله كل الملاعب، وبإذن الله قريبا في بطولات، وحياكم الله. أنا وأنا كبير وعندي فريق فارس بعد شيء متحمس، أبغى أنزل معهم وألعب. الشيء الجميل الفترة هذه قاعدين نشتغل على الصالة اللي هناك، تذكرون من زمان كنا نتكلم عنها لكن مع أزمة كورونا وقفنا. هناك الصالة تتكلم عن بإذن الله قريبا بطولة تنس، بطولة بلياردو، وقبل شوي أنا مجتمع مع شركة بإذن الله بيسوون كافي ومطعم، نقول إن شاء الله والله يكتب لي فيه الخير يا رب. يا زين الشجر والنخلة هذه الصغيرة وإطلالة المسبح والجو الجميل، ما شاء الله تبارك الله. هذا الممر اللي يوصلك للكافي. يا زين الجو ما شاء الله تبارك الله، إطلالة موجودة، وهذا الكافي طبعا ما خلصنا، الآن قاعدين نجهز ونضبط. هذا الخشب احنا كلنا سويناه، والأرضية إن شاء الله هنا بتصير فيه جلسات بإذن الله. هناك منطقة تصير نقيم فيها الدورات بإذن الواحد الأحد. التنس هذه بتصير هناك، هنا الكافي، هناك البلياردو. هذه البلياردو الجديدة تونا جايبينها ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيهم العافية. الإدارة يكلموني يقولون لي ما شاء الله تبارك الله الفترة هذه العدد مرتفع، ففترة بسيطة وترى ممكن نوقف التسجيل، حاول تجي تسجل الفترة هذه، ترى في بطولات تنس وبلياردو وفي بطولات بالكورة، حياك الله. الشيء الجميل إذا أنت كبير أو أب ما تجي الأكاديمية وتطفش، لا عندك بلياردو طال عمرك، وهنا المضارب، هذا البلياردو الثانية مطلة على ملعب الطائرة الرملي، ملعب الطائرة الثاني مطلة على المسبح، مطلة على الملاعب، وهنا عندك جلسة، وبإذن الله قريبا الكافي والمطعم. خلاص جاء وقت الحين إني أنا أنزل الملعب. يا أخي متعة تلعب مع لعيبة الأكاديمية، متعة. الإدارة كلموني قالوا فيه محترف بلياردو جابي باريك، مشو شوف بكسر راسك. تذكر جديدة صح؟ اي جديدة، اول هزيمة لك فيها. طيب تذكر ها، تو اقول لكم وشو. لا يقول والله هذه شكلها حلوة. لا يا حبيبي كنت اختبرك. هذه يا جماعة اذا كانت بعيد عنك ما تطول تحطها. اختبرك يلا يلا. شوف ها هذه عندك هنا، يلا وانا ناظرك يا تحديات يوتيوب. يلا اوب 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 تسميني بس كورة وتنس. ترى انت بلياردو، بعطيك على جوك شوي ها. انا كبير ها. يلا اوكي لحظة، وش شوف هنا. يلا لا تحداكني، صعبة تحداك. اي ترى الصدف تمشي معاك زين. بالله يعني هناك يعني صدقوني ما راح يجيبها. لا وانت تناظر ها، وانت تناظر اي ما راح يجيبها والله نيدا. وين؟ خضرة هنا، اوكي يلا روح. شوف ها، شوف كيف تدخل البيضة. يا عيلي يا عيلي، كيف تدخل البيضة علشان اشوف مستواك الحين. الحين هذا يصير فاول دقتين مو ب21 فاول صح؟ بس فاول تشيلها. يلا باقي لك ثنتين، اتحداك تجيب الثنتين في واحدة. اي انا ثنتين يلا شوف. حلو روح. اوه حلو، جنبي السودا من مصلحتي. روح تحداك، تحدد اول شيء. تحدد هناك اذا جبتها هنا. اوكي اذا جبتها خلي تصقع هنا وتروح هناك، اذا جبتها ايه تعطينا اجوان جديد. يا رجل
قريبة قريبة ما. يلا باقي لي ثنتين. دخل سوي الحمراء بقال الخضراء. يا رب. حلو. ها. وين؟ ها؟ وين؟ مساعدات يا تامر. لا لا مش مساعدات. هنا. أوب 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 أوب. كيف أسوي الحين؟ شو أسوي؟ خذ خذ اللي تحت اللي عجبتك. كذا. أيوه. إيه؟ أول جيم يفوز عليه والله قهر. لا 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 مهم جاي مهم جاي إيش هو؟ ضبطت لك هنا. يلا يلا يلا. الأخيرة الأخيرة. هناك ها؟ هناك الزاوية روح. أشوا يا رب تضبط لي. حلو 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 حلو. ضبطها لي شكرا. وين؟ كنت أفكر بجيب لفافية هناك. لفافية وسيم ما تجي. يلا هنشوف. الحين فاول. لا لا والله مش فاول. يلا يلا اللي ما شاف صقع البيضة من جديد بالمضرة. الأخيرة وين؟ هناك. زاوية يمين. زاوية يمين. يلا روح. يا عيني عليك يا عيني عليك. حلو حلو. ترى الحين بجيبها إن شاء الله. شوف. هنا. هنا. واضح. يلا ها نشوف. بتلف بتلف لا شوف لا تلف. يلا يلا. يلا فارس ترى بخليك تفوز. طولنا. وش؟ والله يا ليت. يلا روح. يمين. يلا. نشوف الفن. فاول فاول الا في فاول 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 ما لمستها انت ما لمستها ايه بس سودا سودا فاول القانون القانون امسك فاول ما في الا قال فاول فاول يا ابن الحلال ما في بعدين اسمع 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 تو انت صقعت ما قلت لك شيء تو انت صقعت ما قلت لك شيء كوتش ثامر والله يغش اداره اكاديميه فارس يسجلون اول واحد انهزم في البلياردو فارس لا ومن مين؟ وسيم طبعا انا فدناه بس تحرم وسيم خلاص لا تدعي ولا تدعي بس اسمع المره الثانيه اذا جينا اذا فزت اطلب اللي تبي تعالي ابغى اخليك اعطيك شهر كامل تتدرب لا 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 المره الجايه انا اوريك خلصنا الحين عندنا فريق فارس والله يا الحلاق يناديني ابغى كنترول ها كنترول شوف شوف امسك امسك الجوال صور بداية التمرين لازم نسوي دائرة نلعب لمستين يصير اثنين بالنص لفتين